نتحدث اليوم أيضا عن موضوع مهم جدا، ونتحدث اليوم عن زيارة جلالة الملك راني لعبد الله لمنطقة وادي موسى في صباح يوم الثلاثاء الماضي. كانت زيارة للكثير من الأنشطة والمشاريع الرائدة في منطقة وادي موسى، ومن أبرزها كانت جمعية سيدات الأنباط التعاونية. راح نتحدث أكثر عن هذه الزيارة، وأيضا نتحدث عن جمعية سيدات الأنباط التعاونية مع فوزية الحسنات، ونصب عليها. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. وأنت نشمية من نشام الوطن. شكرا. اهلا وسهلا فيك ستي. بالبدايه نتحدث عن زياره جلاله الملكه رانيا، ويعني الجوله اللي كمان قامت فيها لمشاهده والاطلاع على المشاريع اللي بقوم فيها سيداتنا نشمياتنا وايضا شبابنا الاردني. تفضلي. شكرا لكم للاستضافه، يسعد صباحك ويسعد صباح الوطن الجميل. اهلا وسهلا فيك. طبعا احنا كانت زيارتها لنا بشكل مفاجئ بدون ترتيب سابق، يعني فاجئونا انه راح يكون في زياره بس ما بنعرف لمين يعني. فقبل الزياره تقريبا بنص ساعه كان في بروتوكول طبيعي جدا، احنا كنا دوام طبيعي برضو يومنا المعتاد، الصبايا بيجوا على الدوام بيجوا على الجمعيه، عندنا دوره تدريبيه. فقبل نص ساعه بيحكوا لي انه زياره، انا يعني استغربت من آخر نص ساعة إنه في إشي شوي يعني زيارة رسمية زيارة. فتفاجأت إنه بيحكوا لي لجلالة الملكة. يعني أنا هون يعني ما استغربت لأنه هذا الإشي مش غريب على جلالتها. طبعا صحيح، هي بتحب التواضع، بتحب تدعم الناس، بتحب تحسس الناس، ومش حين لناس، الناس الناجحين اللي عندهم طموح في الحياة وعندهم شغف وعندهم تمكين، بتحب إنه تدعمهم إنه أنا معكم قلبا وقالبا. فحسستنا إنه يوم طبيعي جدا، وكانت الزيارة من أجمل يعني يوم مميز بصراحة. يعني كنا إحنا الصبايا دوم يعني دوام طبيعي يعني. فدخلت علينا استقبلناها، شافت الجمعية، طلعت على شغل الجمعية، كانت سعيدة برضو بإنجازات السيدات كمنطقة سياحية في لواء البتراء. هذا الإنجاز العظيم لسيدات أردنيات في منطقة سياحية كلواء البتراء، والحمد لله يعني شعور لا يوصف بصراحة يعني. نعم. طيب أستاذ فوزية، تحدث عن الجمعية، متى تأسست هذه الجمعية وبعض الأنشطة اللي بتقوموا فيها؟ يعني نتحدث اليوم عن جمعيات موجودة في كافة محافظات، ولكن هناك جمعيات بجوز تمتاز بطبيعة الجغرافيا الموجودة فيها، مثل لواء البتراء زي ما تفضلتي منطقة سياحية بامتياز، ويعني نتحدث اليوم عن بعض المشاريع الموجودة حتى الريادية الشبابية الموجودة، لكن اليوم سيدات المجتمع المحلي في لواء البتراء لهم نشاط واضح في هذه الجمعية، نتحدث عن هذا النشاط. جمعية سيدات الأنباط هي من إحدى الجمعيات اللي تأسست بال 99. هاي الجمعية هي فكرة مجموعة من السيدات العاطلات عن العمل، ففكروا في مشروع ريادي مميز، خاصة إنه إحنا بلواء البتراء منطقة سياحية. فإيش في ممكن مشاريع من شأنها إنها توفر فرصة إن للطموح لتحقيق مثلا ذاتنا كون نحن خريجات ولا تتوفر فرص العمل. فجاءت فكرة مشروع الفضة كون إحنا منطقة سياحية ويوجد العديد من البازارات المليئة بالمنتجات التي لا تمثل تراثنا، لا تمثل واقعنا، لا تمثل هيئتنا الأردنية. فمشروع الفضة هو مشروع صغير كبير في قيمته، كونه قدم العديد له العديد من الأهداف اللي أبرزها دعم المرأة في لواء البتراء، والمرأة في لواء البتراء طموحة، وصلت مرحلة متقدمة من البحث وين في فرص إنها تدعمها. والحمد لله نجحنا بهذا المشروع. هي جمعية فوفرت العديد من فرص العمل. يعني حاليا هي جمعية أصبحت مركز تدريب وتأهيل للمرأة لما تقدمه من خدمات، إن العديد من قصص النجاح. هاي الجمعية الهدف منها هو في البداية رسمنا مجموعة من الأهداف، أولا توفير فرص عمل وإحياء حرفة الصناعة الفضية بشكل جديد وقالب جديد، خاصا التصاميم النبطية.
احنا بنعرف البتراء مدينه نبطيه. صحيح. فبالتالي احنا بهاي الجمعيه البسيطه لما نوفر فرص عمل، لما ندعم سيدات، وان العديد من قصص النجاح انه كيف دعمنا بعض السيدات انه انت بدك تكملي دراستك. فعلا في سيدات كملوا دراستهم، كملوا دراستهم، دراسات عليا، توظفوا وظائف حكوميه، هلا لهم مناصب. فهذا الشيء صحيح يعني صراحه بتلي صدورنا لانه حققنا جزء من الاهداف اللي احنا رسمناها في البدايه. نعم. ستي، يعني موضوع الفضه تحديدا حاز على اهتمام جلاله الملكه رانيا. نعم. حدث عن هذا الموضوع تحديدا. هي سالتني يعني الفضه، يعني ليش اخترتوا الفضه يعني، ومن وين بتجيبوا التصاميم؟ فبصراحة موضوع الفضة هو إجات هاي الفكرة لأنه إحنا زي ما أنا حكيت في بداية حديثي إنه إحنا في منطقة سياحية وكل البزر أقبال كثير كبير على الفضة بالضبط، خصوصا السياح بالضبط. وبحبوا يعني هلأ سايح بيجي على البتراء أو على الأردن تحديدا، حلو ياخد إشي تذكار صحيح من المنطقة، المنطقة اللي زارها، وشيء سهل انه ينقلوا معه. يعني في احيانا احنا عندنا ما شاء الله سيدات مبدعات في موضوع البسيط، في موضوع الحرف، في موضوع كثير، ويعني بحاجة لفعلا لدعم حتى انهم يظهروا يبرزوا. لكن موضوع الفضة شيء خفيف، قد يكون انتاجه او شغله كونه شغل يدوي صعب لكن ممتع بنفس الوقت. تقدري انه انت من خلال هاي القطعه الفضيه تحكي شيء، خصوصا انه كل تصميم عندنا بيحكي قصه ما جاءت من فراغ. الخاتم اللي بايدك انا لفتني طول ما انت بتحكي، هل هو من تصميمكم ايضا؟ نعم. جميل جدا للامانه. فنتحدث مثلا يعني هذا من احد تصميمكم، فما بعرف اذا بتقدروا تاخذوا يعني الخاتم اللي لبسيته الست، يعني جميل جدا، وهذا من انتاج سيداتنا. فهذا قديش كمان احنا ما بنحكي على مشروع بسيط، نحن بنحكي على مشروع يضاهي يعني خلينا نحكي جميع الأماكن اللي بتنتج الفضة أو اللي بتقوم بتقديم تصاميم فضية موجودة محليا وعالميا. خلينا نحكي ما شاء الله بجنن. يعني أحكي لك شغلة هلأ إحنا يعني نزيلة تحت شوي ستي. أيوة تمام. يعني موضوع الفضة تمام. جميل. جميل. يعني. أكيد إحنا دائما بندعم التلفزيون، بيدعم شكراً. سيداتنا النشميات اللي بيكون وراء يعني حلمهم وهدفهم. تفضلي. شكرا. يعني موضوع الفضة خليني أحكي لك من ضمن القصص اللي بتصير معانا، خصوصا إنه هلا إحنا عنا التجربة السياحية. نعم. التجربة السياحية بإمكان الزائر وبالذات السائح إنه يأتي إلى الجمعية ويصنع القطعة أو التصميم اللي حابه بنفسه. أوكي. هذا الشيء يعني ما هو هذا هدفنا، إنه إحنا نعطي للسائح فكرة جميلة مصداقية عالية لما يجي على الجمعية ويشوف الشغل بعينه أو هو حابب ياخذ إشي تذكار له من البتراء، فبيجي بيشتغل التصميم اللي هو بدي اياه او اللي احنا بنورجيه او الشكل اللي بدي اياه. طبعا ما تتصوري قد ايه بيكون مبسوط. أكيد. مبسوط بالتجربه، بكوني انه في منطقه سياحيه وبصور، وفعلا انه انا بتفاجئ انه بيجيني ايميلات، بيجيني بروش يعني سياح بيجوني مثلا حاملين بروشور انه هذا صديقي زاركو قبل 3 سنين مثلا او 3 سنوات انه حكى لي زوروا هاي الجمعيه. فبالتالي متخيلة إنه حجم المصداقية طبعاً. اللي قديش الصورة الجميلة. وبدي أضيف نقطة كثير مهمة، الستات اللي بعملوا التصاميم معظمهم يعني حاصل على توجيه فما دون. فبالتالي شفتي إنه الفرصة لما بتنعطى للست في منطقة وادي موسى أو تحديدا كيف إنها بتبدع. صح. أحياناً بكون فيه الرغبة، أحياناً بكون فيه الشغف، أحياناً بكون نعم. فيه بس ما بكون فيه فرصة. ففعلاً زيارة جلالتها يعني اطلعت على الوضع، شافت قديه فيه سيدات مبدعات، وأنا جداً فخورة يعني بسيدات لواء البتراء والحمد لله رب العالمين. سيدة فوزية إذا سمحتي لي أخيراً، بعد زيارة جلالة الملكة أكيد كان لكم أهداف مستقبلية، لكن بعد الزيارة زادت الأهداف أو الرؤية اختلفت نوعاً ما، شو أهم أهدافكم الآن المستقبلية؟ Thank you.
أول شيء أهدافنا هو استقطاب أكبر عدد من السيدات يعني، وحاول إنه ندمجهم في عملية التنمية. لازم نشجعهم على إنهم يبنوا مشاريعهم الخاصة. كيف إنه أنت تعتمدي على حالك بالذات؟ إنه خليني أنوع النقطة، وإحنا من ضمن الأماكن اللي سوقنا فيها ومن خلالكم بحب أشكر كل الداعمين إنا، وخاصة سلطة إقليم البتراء اللي دعمتنا، بتحاول دائما تشبكنا، بتحاول دائما انه تدعمنا، بتحاول دائما حتى في المكان اللي اعطتنا اياه نسوق فيه منتجاتنا داخل الموقع الاثري. فان شاء الله انه بنسعى الى دمج المراه في عمليه التنميه حتى تصبح عضو فعال في المجتمع. هي يعني مش يعني انت عندك طموح، عندك شيء بالإضافة لك كست وربة أسرة وعندك أكيد أولاد أكيد. بس في عندك جانب خاص فيك بدك تحققي هذا الجانب، إحنا بنحاول إنه نقدم لهاي السيدات. ست فوزية، أخيرا الناس اللي حابة تشتري من عندكم وتتواجد بهذه الجمعية، وين مكانكم؟ صفحتكم على الفيسبوك، وإذا في هناك مثلا بيقدروا يشتروا أونلاين مش قادر يوصل البترة تحديدا في هذا التوقيت تحديدا، كيف بيقدر يتواصل معكم لتسويق منتجاتكم؟ هلا أنا ممكن إني أزودكم بصفحتنا على الفيسبوك. إيش اسم الصفحة؟ The Nabatin Lady Society يعني. حلو. أوكي. وراح أزودكم بالرابط. تمام. وإحنا موجودين بالبترة يعني أي حدا يجي على البترة معروف أي حدا صحيح. وإن مكان داخل موقع الأثري. نعم. وجمعيتنا معروفة وراح نزودكم كمان بصورة البروشور. شكرا لك ست فوزية حسنات وسهلا فيك وشكرا للاستضافة الأنباط التعاونية يعني. تحية لك لكل نشميات وادي موسى. الله يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. شكرا لكم ومشكورين. شكرا لكم.